اهلا بيكم معانا يونت 2 من منهج كونكت لسنه ثالثه ابتدائي. انا استاذ جرامر مهتم بتعليم المناهج اللغويه باللغه الانجليزيه لجميع المراحل التعليميه. عنوان اليونت زي ما احنا شايفين مع بعض What's the matter? What's the matter? What's the matter? دي معناها يعني ما الامر، ودي بسألها امتى؟ لما احب اسأل على صحة حد او على خبر بيحصل او بسأل على اخبار معينة. What's the matter يعني ما الامر. نقرأ الكلمات مع بعض. الكلمات معلش هي صعبة شوية بس نحاول نركز مع قرايتي عشان نقرأ صح وان احنا صغيرين. هيدك يعني صداع. cold اللي هو البرد او الزكام. cough اللي هي الكحة او السعال. fever اللي هي الحمى او ارتفاع درجة حرارة الجسم. sick يعني مريض. medicine اللي هو الدواء. هنشوف الفوكابلري او المفردات اللي معانا في الدرس النهاردة. معانا كلمة glass يعني كوب زجاجي. well يعني بصحة جيدة، يعني I'm feeling well يعني انا اشعر بصحة جيدة. well. what دي احنا عارفينها، يعني معنى ما او ماذا. thank you يعني شكرا. because دي معناها لأن أو بسبب، لما حد بيسألنا على حاجة وهبدأ أديله سبب أقول إيه because. please يعني من فضلك. dad اللي هي father اللي هي أب. anything يعني أي شيء. الأفعال في الدرس النهاردة verbs، الأفعال معايا verb اسمه feel يعني يشعر به. كان يعني يستطيع او يقدر. have or has. have يعني معناها يمتلك او لديه او عنده. get يعني يحصل على. look listen and read. هنشوف الديالوج اللي معانا المحادثه بين الولد والبنت بيقولوا ايه مع بعض. dad are you okay؟ هل انت بخير يا ابي؟ لما احب اطمن على حد اقول له ايه، مثلا بكلم داد يعني فاذر او والدي. Are you okay هو قال ايه؟ No I feel sick لا انا مش بخير، انا اشعر اني مريض. فالولد قال له ايه؟ What's the matter ما الامر، فيك ايه؟ قال لهم I have a headache يعني عندي صداع. البنت سألته قالت له Can I get you anything؟ أنا بقرأ بالراحة كلمة كلمة عشان تقروا معايا وبعد كده هقرأ السؤال مرة واحدة. Can I get you anything؟ هل يمكنني أن أحضر لك أي شيء؟ ممكن أجيب لك حاجة؟ نقرأ بقى السؤال مرة واحدة. Can I get you anything؟ قال لهم Yes please، نعم لو سمحتم. A glass of water and my medicine. Yes please يعني نعم من فضلك او من فضلكم. A glass of water and my medicine، انا عايز كوب مية وكمان عايز الدواء بتاعي. فالولد قال ايه؟ Sure يعني بكل تأكيد، يعني احنا هنجيب الحاجة اللي انت عايزها. اهلا بكم اعزائي المشاهدين، معاكم احمد عبد الشافي من قناه استاذ جرامر. يا ريت تتفرج عليا لاول مره وما عملش سبسكرايب او اشتراك لقناه استاذ جرامر، يا ريت ندوس على كلمه اشتراك وسبسكرايب مع تفعيل زر الجرس عشان يوصل لنا كل جديد لشرح مناهج الدراسيه للغه الانجليزيه في جميع المراحل الابتدائيه والاعداديه والثانويه. يبقى القاعده اللي معانا او لازم نركز في الدرس ده على ايه، او هو عاوز يعلمني عند السؤال عما يشكو منه المريض. يعني عندي واحد مريض، عندي ولد او بنت تعبانة لا قدر الله، وانا عايز اسأل عليه اقول ايه؟ What's the matter يعني ما الامر. طيب لما هو التعبان ده يرد علي هيقول لي ايه؟ هيقول لي I have a، ويجيب لي اسم التعب اللي المرض اللي عنده. I have a زي كده. I have a cold عندي برد، او
I have a cough. I have a cough. عندي كحة. أو I have a headache. I have a headache. عندي صداع. أو I have a fever. I have a fever. عندي حمى. I am sick. I am sick. أنا مريض. I feel sick. I feel sick. يبقى أنا ممكن أقول I am sick أو I feel sick. I don't feel well. يعني لا أشعر أني بصحة جيدة. طالب مني أن أنا أذاكر الأسئلة اللي جاية دي. Are you okay? Are you okay? دي بسأل فيها سؤال لما أسأل حد أقول له بطمن عليه. هل أنت بخير؟ Are you okay? No, I don't feel well. No, I don't feel well. يعني لا أنا لا أشعر بأني بصحة جيدة. What's the matter? What's the matter? ما الأمر؟ في إيه؟ I am sick. Because I have a headache. I am sick. Because I have a headache. Can I get you some medicine? Can I get you some medicine? أجيب لك بعض الأدوية؟ Yes, please. Thank you. Yes, please. Thank you. نعم من فضلك. شكرا لك. هنا هنعمل supply missing letters وهنضيف الحروف الناقصة في الكلمات اللي احنا قرناها مع بعض. يعني أول كلمة دي إيه؟ فاكرينها؟ ها اسمها إيه؟ هدك. برافو. نكمل الحروف الناقصة. بعدها كلمة إيه؟ اللي بيكح ده أو الكحة اسمها إيه؟ كاف. برافو. اكمل الحروف اللي ناقصه من الكلمات اللي انا ذكرتها معاكم. معايا برضو مجموعه كلمات. معايا هارت. هارت. هارت اللي هو القلب. سكين. سكين اللي هو الجلد. الجلد بقى في اي جسم الانسان، بس هنا ماسك وشه في اي بيشاور على السكين وبين قوسين كاتبين احنا ايه؟ البشره، الجلد بتاع البشره. بون. بون اللي هي العظمة، العظمة بتاعت أي حاجة، عظمة اللي في دراعي، العظمة اللي في رجلي، العظمة اللي في كعب رجلي من تحت. بون. ستمك. ستمك. ستمك اللي هي المعدة، وساعات بنقصد بيها البطن. عايزين نشوف البادي بارتس، أعضاء جسم الإنسان. بادي بارتس. بادي بارتس. بادي بارتس أعضاء جسم الإنسان. هنبدأ كده من الصف اللي على الشمال. نوز. نوز للأنف. ماوث. ماوث الفم. هاند. هاند اللي هو كف الإيد، اليد. فوت. فوت اللي هي القدم. آي. آي العين. آرم. آرم الذراع. لج. لج اللي هو الساق. فيت. فيت اللي هي الأقدام، يعني الرجلين مع بعض اسمهم فيت. معايا برضو مجموعة كلمات كبيرة، يعني ممكن الولد يقراهم مش لازم يحفظهم، لأن فعلا المنهج بتاع كونكت فيه تفاصيل كتيرة جدا بدون داعي. important. important. blood. blood. body. body. food. food. home. home. loud. loud. high. high. low. لو. ميوزك. ميوزك. دكتور. دكتور. تنس. تنس. شاور. شاور اللي هو الدش. with. with يعني مع. without. without بدون. شلف. شلف. ليمون. ليمون. سيف. سيف. دينجرس. دينجرس. when. when. ال. ال اللي هي بتسوي سك. هوسبيتال. هوسبيتال. كلينيك. كلينيك. نيرس. نيرس. كايند. كايند. هيلث. هيلث. لما احب اتكلم عن اعضاء الجسم بتاعي اقول ايه؟ This is my، واقول اسم العضو بتاع الجسم اللي انا هتكلم عليه. This is my. اشوف بقى الاكزامبلز اللي عندي. This is my heart. This is my heart. هذا قلبي. وفي عندي This is my bone. This is my bone. هذه عظمتي، العظمة بتاعت رجلي. وعندي This is my skin. This is my skin. هذا جلدي.
وعندي This is my stomach. This is my stomach. دي معدتي أو دي بطني. يبقى هي معانا كلمة إيه؟ This is. This is. طيب لما أحب أسأل بقى عن وظيفة كل حاجة من أعضاء جسم الإنسان، السؤال يبقى إيه؟ بالراحة معايا كده. What does my، وأقول اسم عضو الجسم وبعد كده كلمة do. What does my، عضو الجسم وبعد كده do. يعني ما وظيفة مثلا المعدة، ما وظيفة الجلد، ما وظيفة العظمة. نشوف السؤال والمثال اللي تحت. What does my stomach do؟ What does my stomach do؟ يعني ما وظيفة معدتي؟ يا ترى المعدة بتعمل ايه اول مكان بينزل فيه الاكل؟ هقول it. عارفين it دي بتعود على ايه؟ على stomach، على my stomach. It digests. واحدة واحدة معاك اهو. Digests. Digests يعني بتهضم. It digests food. It digests food. انها تقوم بهضم الطعام. What does my heart do؟ What does my heart do؟ ما وظيفة قلبي؟ يا ترى القلب بيعمل ايه؟ اتفقنا it بتعود على عضو الجسم اللي انا بسأل عليه. It pumps blood to the body. It pumps blood to the body. إنه يضخ الدم للجسم. What does my skin do؟ What does my skin do؟ ما وظيفة جلدي؟ It protects my body. It protects my body. بيحمي جسمي. مش عارف أنا بصراحة اللي وضع المناهج يعني عايش في كوكب وإحنا عايشين في كوكب تاني. الكلام ده لا يصح أن يكون في تالتة ابتدائي بأمانة يعني. What does my bone do؟ What does my bone do؟ ما وظيفة عظمتي؟ It helps me move. It helps me move. It helps me move. بتساعدني على الحركة. بيقول لي خلي بالك إن جمع كلمة foot هي feet وليست foots، ما بحط لهاش S. هوريكم دلوقتي ازاي نعمل دايالوج صغير او محادثة صغيرة لو اتنين بيتكلموا بعض وبيطمنوا على بعض ما بين رامي واروى. رامي سأل سؤال، قال لها ايه؟ What's the matter؟ What's the matter؟ قالت له I have a cold. I have a cold. فرامي نصح قال لها ايه؟ Stay at home. Stay at home. خليكي في المنزل. الصورة التانية رامي وانجي. What's the matter؟ What's the matter؟ نحفظ بقى السؤال ده، سؤال سهل وجميل. What's the matter؟ يعني في ايه؟ ما الامر؟ I have a cough. I have a cough. عندي كحة. رامي ينصح يقول ايه؟ Drink water with lemon. Drink water with lemon. يعني اشربي مية بالليمون. اتمنى اعزائي المشاهدين يكون درس النهاردة درس سهل وقدرنا نستوعبه بطريقة سهلة وبسيطة. انتظروني في مزيد من الدروس على قناة استاذ جرامر في جميع مناهج اللغة الانجليزية وتعليم الانجليش لانجوج بطريقة سهلة وبسيطة بعيدة عن التعقيد. تحياتي، كان معكم احمد عبد الشافي. See you.